جاء إلى الرياض ليسطر إبداعاته التي سجلها أولا في مباراة هجر. الفريدي مرور وبعد ذلك كرة أرضية وصلت إلى خارج أرض الملعب. ثقة كبيرة جدا تتملك هذا اللاعب. شوف المحاولة الماضية من أحمد الفريدي إلى خارج أبا جدا. يوسف العربي تمريرة ممتازة إلى أحمد الفريدي، مرور أكثر من لاعب، بعد ذلك محمد الشلهوب وتسديدة وصلت إلى ولي الكرة إلى إيمانة. إيمانة تمريرة ممتازة للبيشي ثم لإيمانة. من إثارة من بين اللاعبين الأجانب المستجدين بالدور السعودي، تسديدة إيمانة إلى خارج أرض الملعب إلى ضربة مرمى. أكثر اللاعبين ترجع له مرة ثانية. الشمراني مرور، الشمراني ما زالت مع الكرة والوصول على الجهة اليسار إلى إبراهيم يتارا. إبراهيم يتارا يبحث عن زميل، يعدي يتارا وكرة أرضية. الشباب في هذه المباراة، لاحظ الكرة مرة ثانية، العرضية واصلة إلى ناصر الشمراني. الهدف الأول عبد الله الوسطى، أخذها إيمانة، سلمها لمحمد الشلهوب، الشلهوب إلى أحمد الفريدي، كرة سريعة في مصلحة الهلال. الفريدي بانطلاقة إلى يوسف العربي، مرور ممتاز والعربي بعد ذلك. الله، لم يبقى إلا القليل، وبالتالي هدف سيدون ليوسف العربي، لكنه لم ينجح في تسجيله. تدخل دفاع الشباب بعد الكرة الماضية إلى خارج أرض الملعب لضربة زاوية. واضح أن الهلال منذ أن تقدم الشباب هو الأفضل بالمباراة، والكرة الماضية لخارج أرض الملعب إلى ضربة. وفي الجولة الثانية اليوم يسجل أولا، واليوم متمكن، لكن العربي لا ينجح ولا يتمكن من الممتازة. عاد الفريدي يقطع الكرة وصلحها إلى يوسف العربي في نفس الوقت، والعربي بتمريرة إلى إيمانة. إيمانة في محاولة الوصول، الهلال يصل لكن لا يصل إلى محاولة هلالية موجودة بالجهة اليسرى، ما زالت حاضر الفرصة من البيشي إلى يوسف العربي. العربي إلى البيشي مرة ثانية، البيشي في كرة سهلة، كرة سهلة. ما في هذه المباراة مانع الهلاليين من هز شباك وليد عبد الله، لكن هذه رأسية أيضا دفاع الشباب. ماضية اللي رآها حكم المباراة جلال على أنها خرج يعطي كرة في وسط الملعب، راحت الكرة إلى يوسف العربي. العربي بقدم اليمين قوية وليد عبد الله. العربي تعودنا بقدم اليسار، هذه المرة جاء بالقدم اليمنى وتصويبة يوسف العربي إلى خارج. وإن انتهت المباراة بالجولة الثانية بهذه النتيجة محرج بالنسبة للهلال الأمر. يوسف العربي مرور، يوسف العربي ما زالت الكرة معه. يوسف، اثنين من اللاعبين الشباب يضغطون على يوسف العربي، ما زال يحافظ على كورته. العربي يحافظ على الكرة داخل المنطقة، وقوع مطالبات بضربة جزاء، لكن لعبوا ضد بعضهم في فرنسا. يعني حينما كان يلعب لصالح تولوز إيمانة قبل انتقال آخر ربع ساعة بالمباراة. تلعب الكرة للشباب، يضرب أركان الهلال الزلزال، يسجل، يلعب كرة عرضية داخل منطقة الجزاء بالرأس إلى خارج أرض الملعب. انطلاقة مرور صافرة مخالفة على علي، الورقة الحمراء عد من المكان القانوني. الشلوب يلعب كرة ساقطة الآن وبالرأس إلى وليد عبد الله.